في النصف الأخير من العام الماضي كان هناك شائعتان في حياة الفنانة السعودية ريم عبد الله، إحداهما كانت الزواج والثانية الوفاة. تفاصيل الشائعة الأولى بدأت عندما تصدر خبر زواجها من رجل سعودي من خارج الوسط الفني. انتشر الخبر بسرعة كبيرة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر. لكن خرجت ريم عبد الله لتنفي الخبر من خلال فيديو ساخر على السناب شات. لكن ريم اعترفت قبل ذلك بزواجها، ولكن قبل دخولها مجال التمثيل. ولكن للأسف زواجها لم يدم طويلا، وأثمر هذا الزواج عن ولد واحد. دي الفنانة السعودية المعروفة ريم عبد الله، ودي صور متفرقة ليها خلال مراحل حياتها ومن موقع الصور الشهير انستجرام. أما عن تفاصيل الشائعة الثانية والتي كانت بعد شائعة زواجها بفترة قصيرة، وهي شائعة وفاتها هي وشقيقتها عن طريق حادث سير. لكن ريم خرجت أيضا لتنفي هذا الخبر الذي انتشر بسرعة كبيرة جدا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية. وكان ذلك في فيديو نشرته على حسابها على السناب شات، وطمأنت جمهورها قائلة: أنا بخير، جعلني متحرم من وجودكم. وعلى تويتر أيضا كانت ترد ريم على جمهورها لتطمئنهم: الحمد لله ما زلت على قيد الحياة. وهناك حكايات أخرى في حياة ريم عبد الله، مثل خلافها مع الفنانة مهرة في كواليس مسلسل من عيوني. وعن التفاصيل، بدأ الخلاف عندما اختارت مهرة إحدى الطرحات الخاصة التي رفضت ريم ارتدائها. وعندما أخذتها مهرة حصل ونشب خلاف بسيط بينهما، وقالت لها ريم: إذا أردت أن تأخذي شيئا فعليك أن تأخذي الإذن قبلا، وهو ما دفع مهرة لرفع صوتها. فقالت لها ريم: اخفضي صوتك لو سمحتي. وردت عليها مهرة: أنا برفع صوتي كي تسمعيني. لينتهي الخلاف هنا. وهنشوف بعد شوية مركزها بين أجمل 12 سعودية. انتوا ايه رأيكم؟ تستاهل أني مركز؟ بعد شوية هنشوف مركزها بالظبط.
دي من أقوالها: لن تتعلم شيئا من الحياة إن كنت تعتقد بأنك دائما على حق. نشرت المقولة دي على انستجرام. الفنانة ريم عبد الله من مواليد عام 1987، واسمها الحقيقي هو نورة العتيمي، وشاركت في عدة مسلسلات شهيرة أبرزها طاش مطاش في موسم الرابع عشر، ومسلسل عمشة من تعماش، وشاركت أيضا في الجزء الثاني من مسلسل بيني وبينك، ولعبت دور البطولة في مسلسل أيام السراب، والبطولة أيضا في مسلسل مزحة برزحة، وشاركت أيضا في الجزء الثاني من مسلسل العاصوف وأعمال فنية أخرى. وعبرت ريم عن سعادتها من قبل بالأدوار الجريئة، لكنها ترفض المشاهد الساخنة. وقالت ريم ساعتها: الجرأة في طرح القضايا المسكوت عنها مقبولة بالنسبة لي، لكن أن تعني مشاهد ساخنة فهذا ما أرفضه. وعبرت عن سعادتها أيضا بكل الأدوار التي لعبتها، ونفت ريم ما يتردد بأن الجمال هو تذكرة دخولها عالم الفن، وقالت: لو كان الأمر كذلك لانتهيت فنيا من أول عمل، لكن ظهوري في أكثر من عمل يؤكد امتلاكي الموهبة التي تجعلني مشاركة بهذه الأعمال. وأوضحت ريم: لو كان الأمر بالجمال لكان لدينا عددا لا يحصى من الممثلين والممثلات. ودي أحد الصور ليها من حوالي أسبوع، وهنا برضو في أكتوبر 2019. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.